السلام عليكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة. عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية مدغشقر الأسبق ديديير راتيسيريكا راجيا. سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية مدغشقر الأسبق ديديير راتيسيريكا، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.